يا مدام هيك ما بيصير. هدى بنتك عاقلة وراشدة وهي حرة إذا بدها تعيش عندك أو لا. يعني هلأ تحمل حالها وتيجي لهون ما حدا بيقول لها وينك. خالة طولي بالك مشان الله، هاي الأستاذ ماهر موجود معنا لحتى يساعدنا وأكيد رح يساعد قد ما بيقدر. كأنه هدى ما بدها تيجي تعيش معي. ولك العمى في عيونك، ليه مكبكبي بالصحن؟ ايه انت طلبته بسرعة. شو هالحكي؟ ايه تفضلي لك على مهلك سوي واحد تاني. يلا. الو. يا علا. وينك انت؟ لك ايش عم تساوي عندها؟ ايش شو يعني؟ طيب يلا 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 اطلع لبرا يلا. صرتي برا؟ فهميني هلا شو المشكلة؟ لك يا اختي انت شو بدك فيها؟ اتركيها عند ابوها. لك يا علا علا الو. لك شو هالمجنونة هاي؟ سكرت وجهي. طلع ما في قضية يا أنسة. بس أنا مالي قدراني أفهم ليش. قصدك ليش هدى بتفضل تعيش مع أبوها؟ يمكن هو أقنعها أنه بحاجتها أكثر من أمها. بالنتيجة هذا قرارها. أنا مالي مقتنعة أنه هي رغبة هدى فعلا. أكيد في شيء مو منيح عم بيصير. مو عم تقولي رفيتك؟ اتصلي فيها. ما بعرف، حسي حالي ما عم بفهم على أي حدا. واضح يا أنسة. على كل حال إذا احتجتي أي شيء هاي رقم الموبايل معك. لحظة، وين رايح؟ طلع لوصلك، ما رح أتركك لحالك. لا لا بدي أتمشى لحالي. لحالك؟ طبعا لحالي. أستاذ ماهر بدي أشكرك عن جد، شكرا كتير. ما عملنا شيء يا أنسة. أنا رح أعمل لك رني على موبايلك مشان يطلع عندك رقم. ماشي. لؤي هون؟ بغرفته بس معصب كتير. وعلا؟ لسه ما اجت. روحي ساوي لي فنجان قهوة. والغدا مدام؟ روحي ساوي لي فنجان قهوة بلا كثرة حكي. حاضر. ايه ماما؟ شو وينك انتي؟ طيب حبيبتي لا تتأخري. أوكي ما رح أتغدى بلاكي. ها أوكي الله معك. ما كانت حابة أني روح وأنا ما كنت حابب أني أتركها هيك. ما على القصة. لكن طيب ليش كنت جلف معها؟ روقها شوي. كان لازم تسألها إذا بتحب تتمشى معك ولا لا. بعدين مبين أنه مرتاحت لي وأنا مرتاح لها. اتصل فيها. اتصل اتصل. الو 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 مرحبا أنسة. انا ماهر. ماهر اهلا استاذ ماهر. الله يخليكي. لا والله بس حبيت اسالك انه اليوم ازعجتك شيء؟
أنا اللي بدي أعتذر منك لأنه طلع ما في لا قضية ولا شيء. لا المهم أنه ما أكون أزعجتك. لا أبداً ولا يهمك. الله يخليك. ها؟ ألو؟ 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 وين بده ينشحن هاد؟ كيفك هدهود؟ شو أخبارك؟ اسمعيني بدي شوفك هلأ كذابة ولا بتقدري؟ كنت عند أمك اليوم هلأ مو مهم شو قالت لي أمك المهم إنه شوفك وفورا إيه خلص مو مشكلة أنا بجي لك شو أمتى هلأ هبول؟ يلا دليني على العنوان أنا على الطريق إيه؟ ايه مسافة الطريق يا قمر باي حبيبتي بتقدري تستقبلي مين ما بدك البيت بيتك بس انا بدي منك انه ما تزعلي ابوكي انت شايفة قد صحتها تعبانة شو معه مريض مريض وأكتر شي بيأثر عليه الزعل أوكي؟ بعرف إنه مريض بس بشو؟ شو عبيجا؟ قلبه تعبان شوي بس هو ما بيعرف إنه حالته خطرة أوكي؟ هدى كيفك؟ اشتقت لك كتير مرحبا ست نجاح الله يخليكم لبعض اهلا وسهلا تفضلي تعالي هدى قليلي وين عم تدرسي وين عم بتنامي ورجيني اوضتك هدى لسه ما جابت غراضه اوكي ايه مو مشكله ست نجاح هلا انا باخذ هدى معي ونص ساعه زمن منجيب الغراض ومنرجع لا معلش نحن ما بدنا شي من هنيك ابوها بده يجيب لها غراض غيرهم طيب هدى اواعيكي وكتبك شو ما بدك ياهن؟ بدي بس مو هلا هدى فهميني شو عم بيصير لا تواخذينا بس هي هلا عرفت انه ابوها مريض ايه وشو معه؟ ما بعرف شو انا الدكتوره اللي اعرف شو بو؟ عفوا ست نجاح انا ما بقصد شيء بقصد انه الدكتور شو قال حبيبتي انا جوزي ما بحب يجي حدا غريب على البيت بغيابه اوكي وهو هلا قرب موعد جايته فلا تواخذينا طيب ماشي ست نجاح عموما انا بكره الصبح عندي مشوار بكير وقبل ما اطلع ان شاء الله بتصل اوكي مع السلامه قولي شو هالورطة؟ الله يعينك يا هدى بس أكيد في شي مو مزبوط عم بيصير لازم أحكي مع ماهر